بنات متميزات، ما الفكر الرئيسة التي تدور حولها الفكرة الأولى التي قرأتها زميلاتكم؟ تتحدث عن أي شيء؟ حب الوطن. حب الوطن. هناك فكرة أخرى؟ العودة إلى الوطن. العودة أو الحنين إلى الوطن. أحسنتم. إذا الفكرة التي معنا حب الوطن. حب الوطن والعودة إلى الوطن. العودة أو الحنين؟ الحنين. الحنين. لولا الحنين ما عاد. أحسنت. وهذا يدل على أن حب الوطن غريزة في النفوس. سؤال للطالبات المتميزات، هل تحبين وطنك؟ دول بس اللي رافعين إيديهم والباقي. فصل الكلية القاعدة. هل تحبين وطنك؟ نعم. لماذا تحبين وطنك؟ وماذا أيضا؟ لماذا تحبين وطنك؟ لأنه هو وطن بيت. وطني يعني في انتماء، وإيه كمان؟ لأنه هو الماء الذي تربيت عليه ونميت في خيراتي وأكلت منه وعشت عليه، فهو حماني من كل الأخطار الخارجية. هل لهذا الوطن فضل عليك؟ نعم. ما فضله أي كذلك؟ فضل آخر. وطني اللي عايش فيه. يعني انتماء، وإيه كمان؟ هذا واجبك نحو الوطن، تحميه وتدافعي عنه لأنه وطنك، لأنك بدون هذا الوطن لا شيء. فنتعلم حب الوطن من الطيور، وتتعلم من الطيور كذلك الحنين إلى هذا الوطن إذا ما تقربنا لأي أسباب عن هذا الوطن. من تقوم بإعراب هذه الكلمة؟ أنت تحب وطنك. طالبة أخرى لم تجب؟ تفضلي. أنت ضمير منفصل ضمير بارز منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وتحب فعل مضارع مرفوع بالضمة، وفعل ضمير مستتر تقديره أنت. وطنك مفعول، لا، والجملة الفعلية تحب في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو أنت. وطنك مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أحسنت.